السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. كل عام وانتم بخير. 27 رمضان 6 ابريل السبت. موجودين فين؟ موجودين في منطقه باب شرق. النهارده الاجواء ايه؟ النهارده الاجواء سبحان الله، سبحان الذي يغير ولا يتغير، في تقلبات من الصباح الباكر بل من امبارح. شويه هواء، شويه شمس، شويه برد، شويه حر، في غبار وتراب في الجو، جو غير مستقر، ولكن في المجمل اجواء جميله والحمد لله والشكر لله. ايام مباركه النهارده 27 ان شاء الله. ربنا يبلغنا ليله القدر جميعا باذن الله وجعلها في ميزان حسناتنا جميعا ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان اعوام واعوام جميعا يا رب العالمين، لا فاقدين ولا مفقودين. موجودين فين اللي ما عندوش فكره؟ موجودين على وسط شارع ابو قير. شارع ابو قير اللي احنا امامنا ده امتداد لشارع فؤاد اللي خلفنا، او امتداد لشارع رشيد، او للشارع الكنوبي، او لشارع المحجه، او لشارع جمال عبد الناصر، او لشارع طريق الحريه. كل دي مسميات لشارع فؤاد اللي احنا امام امتداده، اللي هو شارع ابو قير، او شارع سكه افندينا، او شارع النحاس باشا، او السكه الحمراء. كل دي مسميات. على شمال الصوره مدافن اللاتين، ومدافن السبع ملل، ومدافن اخواتنا المسيحيين المصريين شركاء الوطن، ومدافن اليهود، وايضا على شمال الصوره البحر، ترماي، شارع اسكندر اكبر، وشارع بورسعيد، وشارع الجيش، والبحر. على الشمال جناين الشلالات او جناين البلديه، واسوار اسكندريه الاسلاميه الطولونيه كده. احنا امامنا ايضا على اليمين بابور الميه، ما زال بابور المياه الاثري موجود. امامنا اسم باب شرق، امامنا الحضره البحريه، ثم الحضره القبليه، ثم الحضره الجديده، وايضا امامنا بقى منطقه كامب شيزار على الترتيب. كامب شيزار، الابراهيميه، سبورتنج، كليوباترا، سيدي جابر، كله على شارع ابو قير. كل المسميات الموجوده هنا على شارع ابو قير موجوده على البحر، يعني الشط على البحر، الشط على ابو قير، كامب شيزار على البحر، كامب شيزار، ونفس الكلام ابراهيميه وكليوباترا وسيدي جابر. بعد كده الدنيا تتغير خالص. كده احنا امامنا نادي الاولمبي. طبعا على الشمال منطقه بابور الميه، شارع سرايا نمره 3 وصلك لسرايا المحموديه القديمه، وامامنا محرم بيه، امامنا نفق عبد المنعم رياض، وامامنا ترعه الفرخه القديمه، وعلى يمين شارع المامون، وشارع امير البحر، وشارع الرصافه، وشارع ست النعم، وامامنا ايضا كوبري محرم بيه والموقف الجديد. كده احنا امامنا شارع فؤاد، على الشمال شارع البلجيك او بلجيكا باتريس لمومبا، وعلى يمين الصوره شارع فؤاد، وشارع السلطان حسين، او شارع المانيا، او شارع الشهيد صلاح مصطفى. كل عام وانتم بخير. اسوار اسكندريه الطولونيه بقاياها امامنا، شجره طرزان امامنا. لا تبخلوا علينا بالاعجاب من اسفل الفيديو، ولا تبخلوا علينا من صالح دعائكم، ولو لسه ما اشتركتوش شرفونا بالاشتراك في القناه. شارع ابو قير 6 ابريل 27 رمضان، طبعا القادم من سيدي جابر، القادم من الشرق من ابو قير الى اتجاه شارع فؤاد والمحطه، محطة مصر، هياخد اليوتيرن يدخل محطة مصر كده، ياخد شارع قناة السويس على البحر. احنا كده اعلى نفق الشهيد البطل عبد المنعم رياض رحمة الله عليه، نفق مهم جدا. طبعا النفق ده ما كانش موجود زمان، كان هنا بقايا بوابة رشيد او اسوار اسكندرية، فتم شق النفق، اصبح نفق محوري مهم جدا. الخارج والداخل اسكندرية لابد من دخول وخروج من النفق، اللي داخل شمال وسط اسكندرية والغرب، واللي داخل يمين للمنتزه والشرق. امامنا من الشوارع المهمة شارع بورسعيد، وشارع الاسكندر الاكبر، وشارع الجيش، والبحر. على الشمال جمعية العروة الوثقة، من اقدم الجمعيات الخيرية اللي تم انشاء في اسكندرية من 1900 و 1901. امامنا مدرسة محمد علي باشا الفنية الصناعية، امامنا الملاجئ اليونانية، امامنا المربع اليوناني، امامنا مستشفى الشطبي للولادة، وامامنا المجمع النظر جامعة اسكندرية. ده تمثال اسكندر الاكبر، تم اهداؤه عن طريق الجاليه اليونانيه في اسكندريه،
بمناسبة افتتاح مكتبة اسكندرية سنة 2002. الجالية اليونانية او اليونان او الجريك من اكتر الجاليات اللي كانت تذكر اسكندرية الى الان. وصلنا للبحر، حبينا برضو نعرفوا الدنيا فيها ايه على البحر. 6 ابريل سبت 27 رمضان، البحر مشخشخ، ارتفاع بسيط او طفيف للامواج، ولكن في الحدود الامنه بسبب حركه الريح. في حركه للريح زي ما قلنا، في حركه للريح من الصباح الباكر، من امبارح في حركه للريح، وده باين على حركه الامواج. بالنسبه للصيد، هو حاليا مفيش مراكب قدامنا. من حوالي يومين كان الشماسي هنا مرفوعة قبل الفطار بسبب الشمس. سبحان الذي يغير ولا يتغير. موجودين على شواطئ الشاطبي، شاطئ السلسلة، المكان المفضل لينا. ليه يا عم عادل بتقف هنا على طول؟ علشان احنا لما بنقف هنا بنبقى كاشفين البحر او كاشفين اسكندريه من هنا لحد سيدي جابر او اكتر من سيدي جابر. يعني بص، الاوناش او الكراكات في او اير ظاهره من هنا. لو اتحركنا في اي مكان غير هنا على البحر في كافيتريات وفي منحنيات، فالرؤيه مش هتكون واضحه زي هذا المكان الحلو الاستراتيجي. قبل الفطار 27 رمضان، كل عام وانتم بخير. لا تبخلوا علينا من صالح دعاء. كله بيستعد للفطار ولكن لسه بدري. شارع البحر او شارع كورنيش، شارع 26 يوليو، يكاد يكون خالي بعد صلاة العصر. سبحان الله، قبل الفطار الشارع فاضي، ولكن الجو مأثر حتى على القعدة على البحر. الناس النهارده قليلين جدا، هيكون ايضا الفطار النهارده على البحر هيكون بكميات قليلة لان الاجواء غير. الجو يكون جميل وحلو، فالناس من الصباح الباكر بتجهز نفسها وتجهز نفسها وتظبط نفسها ليوم ما يفطروا على البحر، لكن الاجواء غير مستقره من الصباح الباكر من امبارح، فالنهارده الاعداد قليله جدا على البحر. هنا على اسوار الميناء الشرقي الجو ايه؟ الجو غير برضه. الموج مشخشخ، في حركه للامواج، الشمس ما زالت في السماء، ولكن في المجمل اجواء جميله جدا الحمد لله والشكر لله على كل شيء. الطبيعه امامنا. 27 رمضان، كل عام وانتم بخير. اللهم ارزقنا جميعا ثواب ليله القدر، امين يا رب العالمين. في نهاية جولتنا، أتمنى كل أسعدناكم وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى.